ما شاء الله معانا صفاء حالة عصب سابع. احنا ما شاء الله كده بقالنا 3 أسابيع من الإصابة. الشغل بس عملنا لها الحقن وعملنا لها الجلسات عندنا المكثفة، وما شاء الله النتيجة زي ما احنا شايفين، مش باين أي حاجة. وشها زي ما انتوا شايفين، نتحرك كل حاجة، نحرك، نرفع مناخيرنا، نضحك، ما شاء الله. ده في 3 أسابيع يعتبر. بس هي يعني بصراحة جت بعد الإصابة على طول، يعني ما تأخرتش، عشان كده الحمد لله النتيجة كويس. دي حالة التهاب في العصب السابع، بدأنا بدري والحمد لله النتائج زي ما انتوا شايفين. دي جلسة الحق، حطينا الدواء، فتحي كده الإبرة، حطينا الدواء هنا، شغلنا الجهاز، ومفروض انه ايه، ان الدواء بقى بيدخل بالطريقة دي جوه الجهاز. معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري دكتورة العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب لقصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنكلمكم عن موضوع منتشر جدا خصوصا في فترة دخول الشتاء، وهو التهاب العصب السابع والعصب الخامس. التهاب العصب السابع من أسبابه إن ممكن يكون يجي بسبب اير درافتس، يعني تيارات هواء، ممكن يكون سببه اوتو اميون ديزيز، يعني خلل في جهاز المناعة بيحصل، ممكن يكون جراحة معينة أدت للالتهاب، طبعا في جراحة في الوجه أو في المخ ممكن طبعا تعمل التهاب في العصب الخامس، سوري العصب السابع. برضو التهاب العصب الخامس من اعصاب الوش اللي احنا هنتكلم عنها بعد ما نخلص العصب السابع. التهاب العصب السابع بيعمل شلل في نص الوش، العين ما بتفتحش، الحواجب ما بتترفعش، المناخير ما بتتحركش، البق معموج ناحيه الناحيه السليمه على الاخر لانها شداه، الاكل بيبدا يتجمع في البق، يبقى العيان بيشتكي ان الاكل بيتجمع في البق. كل ما احنا عرفنا طبعا كل الحالات بتتعالج، اللي جايين متاخر وجايين بدري، بس دايما الناس اللي ابتدوا بدري بياخدوا البيست ريزلتس، النتائج الاحسن والاحلى. الميزه والتكنولوجيا الكبيره قوي اللي احنا قدرنا نوصل لها في التهاب العصب السابع، ان احنا قدرنا نعمل حاجه مضاده للالتهاب على العصب نفسه عن طريق جهاز امريكي اللي هو الايونتوفوريزيس او الحقن الايوني على العصب، وهو في مكان العصب نفسه اللي فيه الالتهاب. ده جهاز بندخل فيه حاجه مضاده للالتهاب، ماده مضاده للالتهاب، وبيتحط الجهاز على مكان التهاب العصب السابع. طبعا ده بيسرع معانا بسرعه قوي قوي النتائج اللي كنا هنحققه على مدار 3 4 شهور، بنقدر نحققه في اسبوعين 3 يعني او شهر بالكتير، على حسب طبعا الحاله جات لنا امتى، وعلى حسب المريض ده عيان عنده سكر ولا ما عندوش سكر، لان السكر ممكن ياخر شويه التحسن، يعني مش يمنع التحسن، بس بدل ما العيان ده كان هياخد اسبوعين ده ممكن ياخد شهر، شهر ونص، بتفرق في الجدول. طبعا عيانين اللي بدري النتائج بتاعتهم مذهله، وهنعرض لكم فيديوهات لناس اللي هم بداوا معانا بدري النتيجه بتاعتهم كانت عامله ازاي. مع بقى جلسة بيبقى فيه جهاز أمريكي بيزود الدورة الدموية الدقيقة اللي بتغذي العصب، جهاز إيطالي بيشتغل على التئام العصب، بنشتغل بالليزر على العصب، بنشتغل بجهاز إنجليزي موجات ضوء معينة بتساعد في التئام العصب، وبتساعد في التروية الدموية اللي رايحة للعصب السابع، مع تمارين بشكل بروفيشنال، لان احنا زي ما قلنا في اول الفيديو ان احنا تخصصنا مخ واعصاب، ازاي بنتارجت التريجر بوينت، مع تنبيه بجهاز بيستهدف عضله بعضله، جهاز زي القلم بيستهدف عضله بعضله. الجلسه بتبقى طويله شويه، حوالي 2:30 او 3 ساعات كمان، بس بصراحه النتائج بتبقى مذهله. اكلمكم بسرعه عن العصب الخامس. العصب الخامس ده مسؤول عن الاحساس بتاع الوش، بيأتي 3 فروع. الفرع الاولاني بيبقى اللي هو اللي بنسميه القوره، وبعدين المجزلري اللي هو عند الخد، والماندبل اللي هو عند الفك من تحت. العصب الخامس بيبقى نتيجته تنميل، هو مسؤول عن عضلات الماستيكيشن اللي هي المضغ، ومع الاحساس بتاع الوش. الاصابه بتاعته بتعمل لسعه وتنميل واحساس يعني مقرب جدا جدا للعيان.
بنقدر ان احنا نعالج العصب ده عن طريق ان احنا نزود الترويه الدمويه اللي رايحه العصب بالاجهزه زي ما قلنا جهاز امريكي مع جهاز الجهاز الايطالي اللي احنا بنستخدمه اللي هو بيزود التئام بتاع العصب وبيتحسنوا العيانين تحسن كبير جدا جدا وبتخف المشكله من عندهم. وكل ما بدانا بدري بنوصل لنتائج احسن. تمنياتي بالشفاء العاجل لكل المرضى بتوعنا ان شاء الله.